مصطفى. ايه ده؟ انت لسه صح يا حبيبتي؟ انت كنت فين كل ده؟ بركيلي يا فريدة، بركيلي، عندي اخبار هايله. احضر لك العشاء يا سعاده البيت. لا يا زكية، انا اتعشيت بره، روحي نامي انت دلوقتي. تعالي تعالي معايا عشان احكي لك ومش هتصدقي. في ايه بس؟ ألف مبروك يا حبيبي، ألف مبروك. الحمد لله. الله يبارك فيك يا فريدة، الله يبارك فيك. مصطفى، أنا غلطت في حقك غلطة كبيرة قوي. غلطتي إيه؟ أنا كنت عايزة أقول لك قبل ما تنزل عشان كده. ولا يهمك حبيبتي، مهما حصل برضو أنا مسامحك. أصلي كنت خايفة على نفسي وعليك وعلى الأولاد. انتي بتتكلمي عن إيه يا فريدة؟ دول هددوني إنهم هيقتلوك. يقتلوني؟ هما مين دول اللي يقتلوني؟ ما تتكلمي يا فريدة، ساكتة ليه؟ ما تردي عليا، في إيه؟ لقيت ديسك وأوراق كان سايبهم كرم. ايه؟ الأوراق دي كانت معاكي من الأول؟ لا، أنا لقيتهم قبل الجواز بكام يوم. ومخبية عليا الفترة اللي فاتت دي كلها يا فريدة؟ انت بتغشيني؟ سايباهم يبهدلوا فيا وضيعوا مستقبلي وانت واقفة ساكتة؟ دول هددوني بالقتل انا والبنات. ده حتى حازم قال ان انا لو لقيت حاجه واديتها لك هيقتلك. مين ده اللي قتلني؟ انت عارفه التاخير في القبض على الناس دول اذاني انا قد ايه؟ مصطفى، انا كنت مجرد ست ضعيفه ولوحدي، كنت خايفه على نفسي وعلى البنات وعلى الانسان اللي انا بحبه. حرام عليك يا فريده، حرام عليك اللي انت عملتيه فيا. أنا معترف إن أنا غلطت، بس صدقني فريدة، خلاص وقت الكلام انتهى. أرجوك تسامحني. محدش أبدا يقدر يسامح اللي أنت عملتيه فيا ده. أرجوك. الديسك والأوراق موجودين فين؟ في الشاليه. كمان في الشاليه؟ طب غيري هدومك عشان ننزل نروح الشاليه، بس اعملي حسابك انك هترجعي البيت هنا لوحدك لاني هطلقك. مين؟ بتقولي ايه؟ نزلوا؟ امتى؟ وراحوا فين؟ طب بقول لك ايه؟ في اقرب فرصه تسيب الشغل عندهم وتمشي. مش وقت راغي، احنا خلاص مش محتاجين لك عندهم. مصطفى، انت كده بتظلمني وبتظلم نفسك. طب عايز اطلب منك طلب اخير، اجل موضوع الطلاق ده يومين ثلاثه، يمكن تهدى وتغير رأيك.
تعالي هنا. ايه اللي مشيك لوحدك دلوقتي؟ انا راجع البلد يا باشا، اصل كنت بشتغل عند جماعه في العماره دي. بتشتغل عند ناس ما تنزلش الا بعد نص الليل. سرقتيهم وهربتي مش كده؟ ابدا يا باشا ما سرقتش حد. وريني بتاعتك يا بنت. لو كانت نيتي وحشة كان زماني اتصرفت في الفلوس. مصطفى 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 يا مصطفى 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 يا مصطفى. يا مدام فريدة اطمئني انت بخير. مصطفى مصطفى فين؟ مصطفى بيه انقذناه من ايديهم وهو معانا في العربية بره وهو بخير. ما تقلقيش يا مدام. لما عرفنا انها شغالة عند مصطفى بيه اتأكدنا ان في حاجة. نهارها اسود ان شاء الله. مساء الخير يا باشا. شريف بيه. ايوه شريف بيه يا ست هانم. ايه اللي انت عملتيه ده؟
اصل انا كنت يا سعاده الباشا بنت يا زكية، انا مش فاضيلك هاتي من الاخر. ايه اللي نزلك في ساعه زي دي؟ يا طير يا روح امك، انا مش فاضيلك. اتكلمي. احنا اسفين يا حضرة الضابط، اول ما جت الاشاره احنا اتحركنا على طول. انتوا عملتوا اللي عليكم زياده، انا اللي غلطان. ما كانش لازم اتحرك قبل ما ابلغ وقبل ما يكون معايا قوه مناسبه. ايه يا دكتور، خرجت بدري ليه؟ مراتي مالها؟ اطمئن، مراتك بخير وصحتها كويسه. طب والرصاصه؟ خرجناها من كتفها وما فيش اي خطوره على حياتها. طب الحمد لله. اقدر اشوفها امتى؟ هي خارجه حالا، اول ما تفوق من البنك تقدر تكلمها وتشوفها زي ما انت عايز. زكيه، زكيه اللي عايشه معانا طول عمرها تعمل كده؟ تساعدهم على موت بنتي؟ بعد الشر عنها يا فندم. حضرتك اطمني، مصطفى بيه والهانم مراته بخير والحمد لله. امال مستشفى ايه اللي انت بتقول عليها يا فندم؟ عشان نطمن عليهم. وعلى فكره مفيش حاجه، شويه ردود وكدمات بسيطه. الو مصطفى، فين بنتي يا مصطفى؟ فريده جرالها ايه؟ وليه ما تكلمنيش دلوقتي؟ قولي الحقيقه يا مصطفى، دي بنتي، بنتي الوحيده اللي ماليش غيرها. ايه ده؟ اجازه بدون مرتب؟ مش انتوا اللي عايزين كده؟ لا لا، سعادتك اللي عايز كده مش احنا. لو كنت تعاونت معانا. ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي. هتوافقوا على الاجازه ولا لا؟ الا نوافق. نوافق طبعا. معقوله؟ انا هخلي روشي بيه يمضي لك عليها فورا. بس انا عندي ليك سؤال واحد. اتفضل. ايه اللي غير موقف سعادتك من القضايا والمحاكم للقرار الجميل ده؟ يأست، زهقت، قرفت. الظاهر اللي زيكم معششين زي الوطاويت في كل حته. لما مشي رئيس مجلس الاداره اللي فات قلت كويس هتتعدل. ما فاتش كام شهر وطويت ورشد تحت بطكم. ولو انه كلام ما يتقالش، لكن واضح انك عقلت وبدات تفهم الدنيا كويس. ده يتوقف على مفهومك للعقل والفهم. انما انا قصدك ايه يا استاذ حسين؟ قصدك ايه؟ انت هتغير رايك ولا ايه؟ لا، انا هدور على مصلحتي وهقبل العرض اللي عرضه عليا محمود سالم. لكن ده شيء وقضيتي معاكم شيء تاني. شكر قوي، دخلها لي المكتب من فضلك. الواحد دماغه مشغوله خالص. انا نسيت الموبايل بتاعي وكان لازم اعمل تليفون مهم جدا. تحب اجيب لسيادتك التليفون هنا؟ لا لا لا، مفيش داعي، انا هتكلم من المكتب احسن. مش كنا زرعنا كاميرات احسن؟ صعب عليه، ادعي ربنا انه يقدر يزرع باقي الميكروفونات. انا عايز احول خط انتاج كامل للقطن المصري بتاعنا، بدل ما نعتمد في انتاجنا على الالياف الصناعيه. يعني مش معقول الاجانب يستوردوا القطن بتاعنا وبعدين احنا نرجع نستورده منهم تاني ملابس جاهزه.
لا انا عندي بقى فكره احسن يا عم. ايه رايك لو تشتري نصيب في الشركه؟ بس ده كلام جديد قوي يا حازم بيه. طبعا ده محتاج وقت كبير للتفكير وتدبير الاموال اللازمه. خلاص بقى يا طارق، انت مش بتقول المدام فريده بقت كويسه وانك ما سافرتلهاش عشان المكتب؟ المود ما بقاش مناسب للكلام اللي كنت عايز اقوله لك. ليه؟ اصله كلام عن حب وجواز يعني. يا اخي اتكلم بقى، ده انا ما صدقت انك افتكرتني امبارح وكلمتني في التليفون. انا بحب يا داري. قديم، طب ما انت كنت بتحب شهير وقبلها. لا 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 لا، المره دي بحب بجد مش لعبه. ايه؟ ايوه بس المره دي بتحب مين؟ لا المهم ان اللي بحبها تكون بتبادلني نفس الشعور. طب صارحها بالحقيقه واعرف رايها. من اول مره شفتها حسيت اننا لبعض، بس ظروفي ايامها كانت صعبه وهي كمان كانت مرتبطه. انا عارفاها؟ لا عمرك ما شفتيها. طب ولما انا ما اعرفهاش جاي تحكي لي عنها ليه؟ مفيش حد عندي في العيله خالص موافق عليها. ايه يعني يا ابويا كان بيبيع مخدرات، مش ربنا تابع ليه وبقى صاحب كشك؟ صاحب كشك مره واحده بس؟ دول ممكن يتهموك انك طمعان في فلوسها، ولا عايز تتسلق السلم الاجتماعي على كتافها ولا حاجه. الله، انت هتعملي زيهم ولا ايه؟ دل عندهم حق. جواز ايه اللي بتفكر فيه دلوقتي؟ مش لما تكون نفسك الاول. انت مالك داخله فيها شمال كده ليه يا دل؟ ما انت عايز تجنني. المفروض الانسان يتخرج ويعمل مستقبل وبعد كده يبقى يفكر في الجواز. ادي كل مرحله حقها الطبيعي وما تدخلش الحاجات في بعض. ده انت لسه يا دوب 23 سنه. يا داليا افهميني، انا عايز. انت بتهرب من الشغل بالجواز، ركز في اللي انت فيه. الجواز قال. مصطفى، مصطفى، مصطفى جرالو ايه؟ فريدة، فريدة طلعنيش مصطفى، مش المأذون. ما تخافيش يا فريدة، أنا جنبك، أنا ما أقدرش أستغنى عنك أبدا. أنت كويس مصطفى؟ وأنت كمان بخير، مفيش أي خطورة على حياتك. والبنات وعمر؟ ما تخافيش، عليهم حراسة مشددة. ألو؟ أيوة يا فندم. الحمد لله بخير. أهو يا دوبك لسه ابتدت تفوق من البنج دلوقتي. تحت أمرك يا فندم. حضرتك بتتكلم بجد؟ طب الحمد لله. انا اسف يا فندم. لا انا هركب عربيتي واجي على طول. مع السلامه. فريده، فريده. ماشي المأذون بقى. فريده مفيش مأذون هنا، ارجوكي فوقي شويه. انا عايز اقول لك اسعد خبر هينسينا كل اللي شفناه. انت كويس يا مصطفى؟ احنا هنعيده تاني يا فريده. سامعاني بوضوح ولا لا؟ سامعاك بس شايفك اتنين تلاته. مش مهم يا فريده، المهم انك تسمعيني. انا رجعت الشغل ولازم امشي دلوقتي، عايزيني في مصر ضروري. راح انت شوف شغلك. الكمال جاي في الطريق، بس اول ما تقدري لازم تكلمي والدتك لحسن عامله عمايلها في البيت. فريده انت سامعاني ولا لا؟ سامعاك. روح شوف شغلك وقبض عليهم كلهم.
الحمد لله بالسلامة مصطفى، نورت الإدارة. ما تعرفش إحنا كنا محتاجينك قد إيه. أخبار المدام إيه؟ طمني عليه. الحمد لله يا فندم بخير. على فكرة يا مصطفى، موضوع جوازك منها ما انتهاش. كل الحكاية إن ظهور الديسكا قلل من علاقتها بالقضية. يا فندم هي ملهاش علاقة بالقضية دلوقتي خالص، هي برا الموضوع. لما القضية دي تخلص نبقى نشوف الموضوع ده. وعلى فكرة يا مصطفى، أدام هو ما حاولش يهرب يبقى مش هو اللي بعت شاكي وراك. في أمور كتيرة ابتدت تتحرك، وفي أشخاص جداد ابتدوا يظهروا في الصورة. معقولة ازاي تخاطر بنفسك وتيجي لغاية هنا؟ خلاص يا فهمي، ما بقاش في حاجات تستخبى. حصل ايه؟ فريدة لقت الدليل ومش بعيد ابدا تقدمه لجوزها. اهرب، سيب مصر واهرب يا حازم بيه. انا لو خرجت بره مصر يرمز مش هيرحمني. جدع التركي هذا. نعمان بعني ليه؟ غلطت وبعته له، رجع قال لي شويه كلام فاضي، بعد كده اختفى ما بقاش يرد حتى على تليفوناتي. شاكر والرجاله هم كمان سابوني. ازاي الكلام ده؟ مفيش رجاله غيرهم؟ هعمل بيهم ايه يا فهمي؟ بقول لك خلاص كل حاجه انتهت. وناوي تعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هقعد في بيتي استنى مصيري. اذا كده بقى يبقى بلدنا اولى بينا. تطلع من هنا على مصطفى انور وهو ما هيصدق ويحميك منه. لا 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 لا، كله الا كده. انا الموت عندي اهون. انا مش مصدق اللي بيحصل ده، مش مصدق ان دي تبقى اخرتنا ابدا. عارف ايه اكتر حاجه انا نفسي فيها دلوقتي يا فهمي؟ اطلب عناية، اطلب عناية اديها لك يا برنس. نقعد قعده واحده بس من قعدتنا بتاعت زمان، نشرب لنا كاسين حلوين وتقول لي كام نكته من نكت البايخه اللي كنت بتقولها لي دي. هو في نكته ابوخ من اللي احنا فيها دي؟ الا ما عندكش واحده جديده سمعتها في السجن يا فهمي؟ الله، انت بتتكلم جد بقى؟ وجد جد كمان. يلا يلا قول لي واحده قبل الزياره ما تنتهي. تعال. الحمد لله ماما طمنت شويه بعد ما كلمتيها في التليفون. ده لولا البنات ما كانتش وقفت ابدا انها تسيبك قاعده لوحدك في المستشفى. انت كنت بتعيط يا كمال؟ وهعيط ليه؟ انت كويسه هو الحمد لله. الواحد بس متضايق شويه. شوفي بقالنا قد ايه في مشاكل، واول ما الحال بدا يتعدل معانا ابني مات، وانت وجوزك اتضربتوا بالنار. انا مش فاهم عملنا ايه عشان نستاهل ده كله. ده ناس غلابه وفي حالنا يا فريده. محدش بيعترض على قدر ربنا يا جمال. ونعمه بالله. بس انا تعبت، تعبت قوي. ان شاء الله ربنا هيعوضك خير عن احمد. الله يرحمه. مفيش اخبار عن الام؟ ما اعرفش عنها اي حاجه. ابوها بيجيب لي الولد وياخد الفلوس. يلا بقى ربنا سهلها. ان شاء الله لما اخرج من هنا هصالحكوا على بعض. اكيد هي خدت الدرس الفتره اللي فاتت دي. انسي بقى الموضوع ده دلوقتي، كفايه اللي انت فيه. انا مش سهل عليا اشوفك في الحاله دي.
احضر لجنابك الغداء يا باشا. روح دلوقتي لما عاوزك هبطلك. تحت امرك. كده هتقفل على الكل يا أنس. ربنا يسهل وتروح في الرجلين. أنا تحت أمر نرمين هانم وكل معارف نرمين هانم. وإحنا أملنا فيك كبير يا أستاذ خالد. وأنا خايفة قوي أحسن نخسر القضية. تخسري القضية ومعاكي خالد بدير ده حتى يبقى عيب. أنت شايف إن فيها أمل؟ حتى لو ما فيهاش أمل، حتى لو معدومة الأمل برضو هنكسبها عشان خاطر عيونك الحلوين دول. طب والشهود؟ الشهود دول مش هيوصلوا المحكمة أبدا. ازاي؟ هو في طريقة من اتنين، يا إما ياخدوا قرشين يتلهوا على عينهم ويسكتوا، يا إما كل ما يحاولوا يوصلوا للمحكمة هيلاقي اللي وصلهم من باب المحكمة لباب الإسعاف. قلبي كان حاسس ان محدش هيساعد سالونيز غيرك. على فكره انا ما بعملش الخدمه دي لاي حد، بس انت عارفه غلاوتك عندي قد ايه. انت كمان غالي عندنا قوي يا متر. وبعدين متر ايه بقى؟ احنا مش اتفقنا ان احنا نرفع التكليف؟ بس المهم تاخد الاتعاب. جينا بقى للكلام اللي زعلني يا هانم. احنا ما فيش بينا وبين بعض حكايه اتعاب دي. وبعدين على فكرة انت اللي لازم تاخدي اتعاب كمان. امال كفاية انك كنت السبب في ان نرمين هانم تشرف مكتبي وتنوره بجمالها. تفضل يا برنس. ما مشيتش ليه انت كمان؟ وانا اقدر اسيبك برضو يا برنس. اشمعنى انت يعني؟ كل واحد بيعمل باصله يا برنس. اللي اتقتل بيها كرم. ورايا بسرعة. انت سميتني. ما تاخذنيش. انت اللي دايما تقول الشغل شغل. مين اللي امرك؟ مين اللي دفع لك؟ شاكر. اداك اكتر من اللي بديهولك؟ انا عمري ما حرمتكم من حاجه ابدا. كل وقت وله اذان يا برنس. واللي فات مات. لا المفروض انك انتحرت هنا في مكتبك. هديك ثروتي كلها. ثروتك كلها حاط الصادر، واللي هيفضل جنبك هيغرق معاك.
تقلقيش وانا معاكي. هيجيلك بكره توكيل باسم سالوناز عاصم، خلي الولد الجديد اللي جاي يتمرن يروح يساور القضيه دي. طبعا، هو احنا بقى عندنا في المكتب دلوقتي هم منها ومن صاحبتها؟ انت قصدك ايه؟ من امتى؟ من امتى بتقعد مع الموكلين الوقت ده كله؟ اشمعنى دول؟ خلصنا من مراتي بالطلاق، هتبتدي تتدخلي في شغل المكتب. بقولك ايه؟ ده مش شغل، انا مش عبيطه، فاهم؟ وبعدين احنا ما خلصناش، خدت ايه بقى انا لما طلقت انت مراتك؟ واضح ان مشاكلك مش هتنتهي يا حنان. اديني ولو جزء من حقي وانا ارضى بقليله. اسمعي بقى لما اقولك، احنا مش عايزين اللي نعيده ونزيده. كل واحد فينا عارف هو ارتبط بالتاني ليه. انا عن نفسي ما قصرتش في اللي وعدتك بيه. انت كمان اوعى تتخط حدودك يا بطه. البيت. طبعا اتأخرت عشان كنت مع الهانم. هانم مين بس يا امي؟ الهانم بتاعت الكشك. يا ترى بقى كنتوا فين النهارده؟ في المولد ولا كنتوا بتسرحوا بنفتالين بليا في الاتوبيسات؟ يا ابني انا خايفه على مصلحتك وعلى مستقبلك. بنتي زي دي جايز تكون مؤدبه مكافحه، لكن مش مناسبه ليك. كل واحد فيكم جاي من دنيا غير دنيا التاني. شفتيه اتجوزتها يعني؟ عارف لو كانت تنفعك كنت اول واحده هقف جنبك، كنت عملت لك جمعيه وقبضتها الاول واشتريت لك الشبكه على حسابي. بس انا مش شايف قدامي غيرها. ليه؟ ما قدامك داليا زميلتك، بنت ناس وبتحبك ودايما تودينا وتسال علينا. داليا؟ ايوه داليا. عيبها ايه؟ فيهاش عيب، بس انا طول عمري بعملها كصديقه يعني اخوات. علشان دايما قدامك وحواليك، ما هم الرجاله كده ما يفكروش الا في البعيد. ولما هم مراقبين كل حاجه، ازاي ما اكتشفوش ان زكيه كانت بتتجسس علينا؟ مصطفى بيقول انهم كانوا بيستعملوا موبايلات باسماء ناس تانيه. والله يجحمها زكيه، كانت بتنزل تتكلم في التليفون من الكباين اللي في الشارع. ممكن ادخل؟ لا مش ممكن. جرى ايه يا فريده؟ سيبيها براحتها يا ماما. انت حرين يا اخويا مع بعض، وانا هروح ادور على الدكتور اللي وعدني يقيس لي الضغط بتاعي. والدتك دي ست بتفهم كويس. ان فينا حاجه عجباك؟ قولي كل اللي انت عايزاه. برضو بحبك وما اقدرش استغنى عنك. انت مش كنت عايز تطلقني؟ فين المأذون؟ ما جبتوش معاك ليه؟ في راجل عاقل برضو يطلق ست وقفت بينه وبين رصاصه كانت هتموته عشان تفدي بحياتها. يعني لولا كده كنت طلقتني. بصي بقى، انا مش هضيع معاكي وقتي اكتر من كده، بس زي ما سمعتك المره اللي فاتت وانا براقبك، سمعتك برضو المره دي وانت لسه بتفوقي من البنك. قلت ايه؟ اوه، انت قلتي حاجات كتير قوي. ما تطلقنيش يا مصطفى، مشي المأذون ده من هنا يا مصطفى. اوعى تجيب سيره المأذون ده تاني، انت فاهم؟ خلاص. خرجوا من هنا، خرجوا من هنا، ودوني المصطفى بيه انور. حصل ايه يا فهم؟ انت كده هتضرنا وتضر نفسك. قتلوا حاسم الجنداري وبكره هيقتلوني. ايه في ايه؟ يا بيه، قتلوا حاسم الجنداري وبكره هيقتلوني. انا عارف بلاوي. بلاوي بتاع ايه؟ انت بتتكلم عليها كده انت؟ الموضوع يطول شرحه. ودوني المصطفى بيه انور في بحث الاموال العامه وانا هقول اللي فيها. كان جايز تفيدنا لما جينا لحد عندك، لكن دلوقتي احنا عارفين كل اللي قلته.
وعارف ان الشغاله بتاعت الهانم هي اللي كانت بتوصل الاخبار. يا الشغاله بتاعت الهانم هي اللي كانت بتوصل الاخبار؟ عجيبه. بس انت عارف لو سالت عليها دلوقتي هتلاقيها مشرفه في القناطر. طب وكده يا تركي وصلتوا له ولا لا؟ فاهم. انا اللي بسال مش انت. انا حمار؟ لو كنت عارف ان كل ده كان هيحصل كنت كلمت من الاول، على الاقل كنت رحمت ابني بالمره. طب قول لي في معلومات تانية لسه ما قلتهاش؟ ايوه يا باشا، انا الوحيد اللي عارف مين اللي كان بيساعد نعمان في البنك عشان الشغل يمشي. اشمعنى نعمان يعني؟ قلبي محروق منه قوي يا باشا. ليه؟ حازم قال لك حاجه لما جالك؟ ايوه قال لي. قال لي ان نعمان النتل باعه واشتغل مع الناس اللي بره ضده. خلاص يا سيدي، انا هبرد لك قلبك واجيب لك نعمان لحد عندك. في اي وقت يا باشا، بس المهم ما يطلونيش يا باشا. ما تخافش، طول ما انت مشرف عندنا هنا في السجن فانت مسؤول مننا. انا واخد بالي يا باشا، بس جايز يعني يزق حد من جوه السجن ماليش روحي. خلاص هنحطك في اوضه لوحدك وهنحط عينينا عليك من بعيد لبعيد. مبسوط؟ ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك للبلد يا باشا. لا بقول لك ايه يا فهد، سيب البلد في حالها مالكش دعوه بيها، خلينا في الناس اللي كانوا شغالين مع نعمان.